يقول: أنا التزمت بعد الزواج وزوجتي لبسها غير محتشم، زجرتها مرارا ونصحتها كثيرا ولم ينفع النصح، هل أطلقها أم أصبر عليها؟ يعني الأصل أنه ينصحها ويذكرها بالله تبارك وتعالى ويدعو لها في ظهر الغيب أن الله يهديها سبحانه وتعالى. فإذا كان يقصد أنها غير متبرجة وهذا لا يجوز أبدا، فلذلك الآن وصل إلى مرحلة تخيير، يخيرها: إن شئت أن يبقى هذا الزواج فاحتشمي وإلا الفرق. يخيرها بين هذين الأمرين، إما أن تلتزم باللباس الشرعي وإما أن يطلق. هكذا يكون، والله أعلم.